ذبوا السلاح. السيد هذا العامري أخوه. يعني ب 2018 بشكل علني وصريح طلع على شاشات التلفزيون قال احنا بالنسبه بدر الجناح العسكري المرتبط بنا ذهب مع الحشد او ضمن صفوف الحشد، وكذلك ايضا الاصائب على لسان الشيخ قيس الخزعلي وكثير من القوى السياسيه اللي حقيقه هي اليوم تمارس العمل السياسي. والا انت شوف يعني مو من المعقول انه هسه انا اليوم مثلا امارس عمل سياسي وعلى قولتك وتبقى شايلها اللي يخالفني الراي، لا ما يصير هذا. هسه انت تقول لي اذا صارت هنا وهناك ممارسات هاي مرفوضه، يعني مو السياسه الرسميه للفتح انه تقبل بهذا الشيء، احنا متفقين عليه. اليوم احنا نؤمن بالاليات الديمقراطيه، النتائج الانتخابات المبكره، اليوم احنا يعني باطن المظاهره لا 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 هذا مو كلام يعني فقط كلام، وانما هسه انا هسه تقول لي اليوم انتم كصادقون عندكم 16 مقعد في مجلس النواب العراقي، هسه اذا صرنا خمسه او ثلاثه انا علي اركن للاليات، خيارات الشعب هذا. انا مثل ما اليوم اعتقد الجمهور او المواطن العراقي هو جابني، لازم ما اعترض على نتائج الانتخابات، وهاش وقت ما اعترض عليها اذا جرت بشفافيه وهيئنا لها كل الظروف المناسبه حتى كلتنا يعني نطمئن لنتائج الانتخابات. اما انت تيجي تقول لي باكر مثلا قوة تشرين سميتها حضرتك شفنا له تمثيل في مجلس النواب، شنو المشكله؟ هو عراقي.